السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم ويا هلا وسهلا، يوم جديد ويوم رائع، وجالس في الحيبة حق احنا حوبة أو حيبة أو يعني لها أسماء كثيرة، لكن ودي أسولف اليوم سالفة. طالع ماركم متى بتنبسط؟ متى تسعد؟ هل تفرح بس إذا جاء زميل ما؟ أفرض الزميل ما جاء، تموت وانت باقي حزين؟ بتفرح إذا كونت مليون ولا نص مليون ولا 100,000؟ يمكن ما تجي حزين لين تموت. يعني انا ارى ان اي واحد يعلق سعادته بانسان او يعلق سعادته بارض او يعلق سعادته بمكان او يعلق سعادته بحصوله على مال او يعلق سعادته بحصوله على سياره او على زوجه او على حب، هذا تعيس. عيش اللحظه، يمكن تموت بكره يا اخي. مفروض اليوم ان ما في ولا صلاه تاخرت ولا سنه تاخرت وتلاوتي اليوميه وردي ما خل ما ممكن ما بعد هذا اليوم ما عاد احيا. ولذلك يجب وجوبا الاشياء اللي تبقى للابد مستديمه بعد الموت انا ابدا بها الان. ولذلك كثير من الناس يقول اذا صار عمري كذا بصلح كذا. يا اخي يمكن ما توصل. عيش اللحظه، فنين ممزقه، وضع ما هو كويس، انبسط في الوضع اللي انت فيه وتكيف فيه وعش. والله لو قعدت تنتظر كل امور تصير 100% ما تزين. عندنا مثل يقول دائما اذا زانت خربت، يعني اذا توقعت انه بحصل راتب معين وسياره معينه وبيت معين وزوجه معينه بتموت بعدها. لذلك لا تنتظر هذه الاوقات، اسعد. انت ماشي في رحله انبسط فيها. انت ماشي لذاك الجبل ممكن هناك يجي وحوش، ممكن انا اكل، ممكن اموت، خلني في الخط انبسط. ايش المشكله؟ معي احد، ما معي احد، معي عده، ما معي عده، معي ملابس، ما معي ملابس، معي اكل، ما معي اكل. يجب ان تعيش اللحظه بسعاده بدل ان تعيشها بتعاسه، بدل ما تعيشها بحزن عيشها بفرحه. يجب انك تتكيف في كل الاوضاع، وترى الدنيا خلقنا في كبد، تعرف معنى كبد؟ يعني خلقنا في بهدله. اذا ما تسعد نفسك انت ما حد يسعدك، اذا ما تبسط نفسك ما حد يبسطك، اذا ما تضع نفسك مكان ما حد. واللي يقهرني اكثر اللي قاعد يقارن انفسهم بفلان وعلان، خاصه الحريم، بيت فلانه، حذيان فلانه، ملابس فلانه، جسم فلانه. يا جماعه والله شكلها كويس ذيك الحرمه، لكن دخل عندها سرطان في الثدي وعندها مشاكل. كم من بيوت رايناها كانهم في الافلام، ويوم جينا للداخل لابها زي التفاح الفاسده. وما اقول كل، لكن اقول بشكل عام انت اسعد واحد. عيش اللحظه، اسعد لحظه هذه، انبسط فيها، عيش حياتك، عيش اولادك، اد صلاتك، تابع دينهم. ترى نحن ما خلقنا الا للجنه ولا للنار، ما خلقنا نتمتع في الدنيا وبس. وترى السعاده داخل القلب، ما لها دخل بالمكان ولا بالزمان ولا باي حاجه ولا بالاصدقاء. ولذلك انا اقول لا تقارن، ولا تقارن نفسك باحد، وعيش اللحظه اللي انت موجود فيها، ولا تنتظر تصل لهدف، عيش طوال الهدف، عيش في الرحله، قد الرحله، استمتع بحياتك، ثق في نفسك، ثق في امكاناتك، لا تقارن مع احد. اولاد احسن اولاد، وعيشه احسن عيشه، وبيت احسن بيت، وسياره المكسره احسن سياره، وحذيان احسن حذيان، وكل شيء عندي انا سعيد به.